بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 23 من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية للشيخ محمد ابن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. هذا كان باب المرفوعات، كوي لقدا يوم من الأسماء أسماء باب كي كهل، هذا محل ومبحث. هل قاعدة قب صورته وإن متفهمت نحوه صدح شيء بكاش كلام النحويين أقسام صدح سما اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، اسم يا فعل يا حرف معنى، حرف معنى دمانتي ومبني، والحروف كلها مبنية بدون استثناء وحلقة سوري من لابو اسم حرف ومعنى ما تصي إنه اسم قلامة فعل موية، وكلمة تدلت على معنى في غيرها ملقى حكم أهانا، والحروف كلها مبنية ومعنى ما بتصينا إنه قال إما اسم وإما فعل حرف حق على دي سومالي حق اسكاديس. هذا حروف تا مساله صدح صدح ويقيب سنتا حروف مشتركه بين الاسماء والافعال، حروف اسماء انا قش افعال انا قش وذا سيدا هل يا بل، حروف مختصه بالاسماء كحروف الخفض من الى وعن وعلى، حروف مختصه بالافعال قد يسين يا صوفيه لم يا ان ولن واذا كي كواس. المهم حرف زور كسواس كلام فعل واسدها افعاش افعاش واسدها ماضي مضارع امر، ماضي امر ومبنيان يكون ماضي امر مبنيان، وهل اعراب ومضارع كليه خلا من نونين نون توكيد نون نسو، وهل سؤال محويه اسم اسماء الكلام حاد كوغاتي نحو ذو حوق واسماء، نحو ذو حوق واسماء صدح ميلو ديك لابا وحكا بادن، صدح ميلو ديك لابا وحكا بادن هاي أسماء دو نحو ده. مرفوعات الأسماء هادا واتوان بوليه دونا تو دو دي أجرومي أصل كصدح وقدر دونا، منصوبات الأسماء أو شن شن يطوان، مخفوضات الأسماء باو كلو الحاقين دون وحاصل أسماء مبالغة الله حوق النحو ده مركو أسماء ده. باب المرفوعات كوي لقدام من الأسماء ما شاء ملك مسألة مهمة نوغوش شرح فيها، والمرفوعات جمع مرفوع، مرفوع ما مرفوعات لو جمعي جمع ما نصالم مرفوع مرفوعات لا مرفوعات مايا مرفوعة ما هو على جمعية مرفوع ما مرفوعات لأنه محايا صفة وتلمان لمذكر وحلب يوتلمان ويها لا يعقل على عقل الهين وهو الاسم ويسمان الاسم المرفوع يا مرفوعان المرفوعات من الاسماء، المرفوعات اسماء ذي اللقودة يا عشرة وطبن وهي طبن كأسل كأجرومي ما يقوها تضب، وهي طبن كالفاعل فاعلك والمفعول الذي لم يسمى فاعل لا يفاعل ويكا اسكجر هذا هو المفعول مفعولك الذي كان صلى الله عليه وسلم على مقعين فاعله أنا يفعلك، والمبتدا مبتدا الله برأيه وخبره خبر كيس وحال باب لوش اللي تلازمه ما غالبه، واسم كان وأخواتي أكاني ولا له اسم قد واسم أفعال المقاربة كهوس تحرق زيادة النوية أصل كأجرون يكون مجر، واسم أفعال المقاربة أفعاشي نوينت أفعال المقاربة اسم قد، واسم الحروف حروف اسمي المشبهة اللي شبه بليس وعفر ما هي إن يلا يلا تقوله دونا طيب، وخبر إن وأخواتها إني ولا له الخبر كود، واسم الحروف المشبهة بالليس وزيادة سما ذكر، وخبر لا لا خبر كذا التي لا سل النفي الجنس جنسي أنفسه كان وزيادة صدح زيادة الوشي وصدح راس، أفعال المقاربة اسم كود الحروف المشبهة بالليس يا خبر لا التي لنفي الجنس ما لقى يا وتابع كي راعي للمرفوع مثل وهو تابع أربعة أشياء شيء على أفرى النعت الصفة والعطف على والتوكيد والبدل
مرفوعات الأسماء ها ما قوي طوان تضوادي أجرمي وحكو دري اسم أفعال المقاربة اسم الحروف المشبهة بليس هي خبر لا التي للنفي الجنس باب لا باب جوري ومصوات الأسماء أجرمي مسألة الله بعد مرفوعات يا منصوبات يا مجرورات هذا يوسف هرمري مرفوعات لماذا مرفوعات قال سؤال لأنها للعمل واتير مرفوعات كسيدي سنة أفر با أصل واه مرفوعات محا أصل واه أفر فاعل نايو فاعل مبتدا خبر أفر تاوي مهمة مرفوعات مرفوعات مهمة وأفر تا فاعل نايو فاعل مبتدا خبر إن واحد قالوا حالو له خبر إن يسمعت وأخواتي اسمه إن وأخواتي اسمه كان واخواتها ماشي مبتدئ خبر كيف ما لا نسخ ما قال تابعنا حكم مره وحال التابع لا ينفرد بالحكم بل يتبع ما قبله دائما ماشي مرك وحا اصل كا وافر زمان التابع لا ينفرد بالحكم بل لانه يتبع دائما ما قبله في الاعراب فير هذا هلك فاكيه وشيخ كري شرح بري يهر كواك كواكب سيدة وشراح لو محي لكن شرح أغبرا كبادني فائدة واك وحايدها الكواكب الدرية قواعدا نحو ذا انت يا ضبط واكو قربت الفيه إيه شراح ليس ابن هشام كتب تيس كتب القواعد كتب تاسو كسوقات مركا غالبا شرحا عبر كيسو نحو هذا قواعد أنت وقبض هلكني كنت درته كواكب شرح شرح مركوا كتاب آد مفيد وأشرح شرح وين مركا إسقى هرتي وحا شرحي شيخ لي فاكيه وشيخ ملحانا شرح كشف النقاب كله أجرم أنا وش شرح دوالة لا أجرم يشرح سبري دوي دوي وحير حضاض عرقته مرفوعات كان طبعا كا وعلماء كبرنا يساعدان عرق طبعاً كان وحصو الله بن أوي وحصو من جبي ما فهمت مثلاً علماء طبعاً كان إسكودة إلى كبر ديا مكوي مثلاً طبعاً كانوا بيكوسوا الله بن عيسى واحد بناك ما هو في إرسال مسألة عشرة فيه المرفوعات أي من الأسماء عشرة بالاستقراء بالجو قال أغرن إياه ضبقل إياه رع استقراء وتتبع كذا سيدا قاله حير الفاكي يسمعك ولعله وحلق يرى انه اركى ان ما زاد وحي كزياده ان ما زاد وحي كبت عليها طبنك يرجع الله بني اليها طبنك وهو كذلك واسده وبداوا بلا شوق بها مرفوعات محوق بلا فيره بس هذا هوستك على المهم لانها مرفوعات عمده واتير والمنصوبات مصوبات كنا فضلات زياده وي ودهرات وزياده وختم وحكم ختم بالمجرورات مجرورات مخفوضات الأسماء لأنها مجرورات منصوبة وامل منصوبة محلا حق بوسك في دون المنصوبات منصوبات كي بيبقى سيوها سيسا لفظا حق اللفظ سوما قرن المرفوعات وأسماء دي اللي قدها عشرة طبعا وهي طبعا كالفاعل فاعل وي والمفعول مفعول كي وهي الذي مفعول كاسو الله من يسمى أن لم يقعين فاعله إنه نا يفاعل لها الكافعين يدبالي وانا يفاعل مسكج خاص وهو المسمى بنائب الفاعل والمبتدا المبتدي واللمبر وخبره خبر كيس وحال باب لوغد اللي تلازمهما غالما واستلازما واسم كان واخواتها كاني ولا له اسم غض واسم افعال المقاربه افعال المقاربه اسم غض واسم الحروف حروف اسم المشبهه اللي هو شبه بليس وخبر ان واخواتها اني ولا له خبر كود وخبر لا لا خبر كذا التي تصل النفي الجنسي جنسي انفسه وتابعك الراعي للمرفوع مثل وهو تابع أربعة أشياء شيء على أفرو النعت نعته والاستفادة والعطف عطفك والتوكيد وتوكيدك والبدل بدلك مثل سيسا قوني نوو شيء با مثل استباب قوني وكوكينا باو الفاعل فاعل كباب كيس هذا محل ومبحثه فاعل كوحوله في رحب دور مسأله يا لغات تعريف الفاعل فاعل كان لقه لغة واصطلاح حكمه حكم كيسا إن لاش أقسامه إن لاش واي أمثلته أنت وأجرمي وحقود داري دونا بعض أحكامي
لماذا قارت وضبي قارسية قارب السقال قير باو الفاعل فاعل فاعل كم يحوهر مري فير حد قدمه وهر مري لأنه محايا لأصل المرفوعات مرفوعات كي سقى أصل عند الجمهور جمهور تاكتو عند الجمهور وحوير مقرن أصل المرفوعات باليسكو حيا أرد مرفوعات المحانا سيدي سوا يا أمهم سمع المرفوعات أفر سماه الفاعل نائب فاعل مبتدأ يا خبر مصمه مركة ولماذا قال وحيدنا أصل المرفوعات ومبتدأ قال وحيدنا أصل المرفوعات وفاعلك فاعلك مركة للسهر من السبب فاعلك وحاق ذا عامل لفدية مبتدأ أنا محاق ذا عامل معنوي وقرص وعامل اللفدي أقوى من العامل المعنوي ماشي المسألة الاسكوعة عابنا هي علمي بالاسكوعة عابنا هي مارك عاملك معنوي وحكاء بدل عاملك اللفدي قام زيد زيد وجود انت وفاعل قام انا جوديس قام انا وفعل اي جوديس اما زيد مبتدا زيد قائم زيد وحجود الله هي مره مركاس عامل وابابلين وحين عامل معنوي اجرى الابتداليه العفر قول باجرت قول حوله وقول قول راجع سر مبتدا وحاجودي ابتدى او عامل معنوي قالنا وحيله ترافع ويس جدي مبتدوه حوق ذا خبر خبر كنا حوق ذا مبتدا ترافع وينه يك إز جدي مد بمد بوجتي ما جره هولا بدل ما جري العفر قول بيجارسيا باو الفاعل فاعل كباب كيس الفاعل فاعل هو فاعل الاسم هو ما جحرت أرت اللغة ما هنا الفاعل لغة من أوجد الفعل وعند فلك السميس غالبا بعد هالكاس غالبا الفاعل فاعل فاعل واسمي هو فاعل من اوجد واعد اهيسيس الفعل فلك غالبا سيدا بضان غالبا حلوله ضرب زيد عمرا مركا زيد يا قرع ضرب زيد زيد وحو قرع عمرا فلك قرع يا ليمن زيد يا قرع عمر مركا ومن اوجد الفعل لكن مات زيد زيد بعد انت لما شد ما قدره بس يسقى يسكو يسوق أنا يسوق قدره ما هو قدره مات زيد ما إني انجرته ما قرا مالك فالك فلو سمي ما وحاوي وحاوي وحكو قدرناه مالك كاسو كلي بحنايا مات زيد وكلي الفاعل فاعل لغة لغة عربية منوية أوجد أهيسية الفعل واصطلاحا هذا يشعر وحيد له الميت الميت وحقبه أمبولا هاوي له لكن هو يكتب وليها موت الفجيه بابضا وذكت إنما ذحن ما أشرحا وعلى التكتب وعلى الدوش مركا وحيد له الصومالي ميت هدو هال لنها وحن بها قلبي يسكتها قنابي يقول هذا انتو صدبني مثلا مريض بو أهاوي ملايا إنو إسلام الله تعالى هذه هندية اللي وقيل لها الله تعالى هذه اسمه تعلق من اللي وقيل لها ومرك وجرها ويرع عمدة دي سياسة بوك ها اما هو مشاب كحسر ايو قولي يا لس ها قولي دير بوك ها انا ميت كرا حقا كجيحة وحن با كتا مرك وحاين ميت قلبي وحن با كجري والاقا قاني ها انك الله صفنا لو سعبنا ميت يستيسوك الله وضا حدنا يسوي ما كنت شرح ما كنت شرح مركه وحاوى ادونك وكم من صحيح مات من غير علته امام شافعي وكم من صحيح مات في يوبضان عياي ومات انت من غير علته جره الان وقلب وكهدي وكهدي الفاعل فاعل لغه من اوجد الفعل عند فالكاهي يسوي وصل الى حق كتاب كانوشي الفاعل فاعل هو فاعل الاسم هو مقع الاسم هذه لي فعل حرف بابحي المرفوع لقذا منصوبية مجرور بابحي مرفوعه حيث لا سوق لك وين فعلت مرفوع بضم ظاهر مرفوع لفظا سيدا جاء زيد مرفوع مرفوع تقديرا جاء الفتى مرفوع محلا جاء هذا جاء اللي الذي فاعل جاهد سمين سمين ممن على السكون في محل رفع
مركا لفظا او تقديرا او محلا ساسا كوال المرفوع لغداي المذكور لا شيء قبله ارتيس فعله فعل كيس او ما سي ما شيء بالا شيء هو يسوي في تاويل الفعل او ما هو في تاويل الفعل هو استكحر اجرومي وحان كسو مره ما هو واخ فهن وباح الفاعل هو فاعل الاسم ومغ لغري المرفوع لغداي لغري المذكور لا شيء قبله ارتيس فعله فعل كيس لا شيء فعل كاكور قام زيد او اما سي فعل لما شيئين ما شيء بالا شيء هو يسوي في تاويل الفعل فعل لو اويلايو فعل لو فاسيرا ما حالا ودا فير وها ميشا ما انت يال وا اسم وها فاعل كا قادناي وا ايو وا اسم اسم لكن وحو شقين على سيدي فعل في تاويل الفعل بال نوحي والله اركا وا تنويسه وا اسم مختلف الوانه مصور مختلف مركا ده الوان وفاعل وريا فاعل وتال مختلف ومختلف هو تونسنت هو اسمه وحاديه في تأويل الفعل باقبته في تأويل الفعل فعل تأويل هل كان مركب واحد كوغاني اسمه فاعل وحوقاته وحلي له فاعل اسمه فاعل وحوقاته وعلوه اسمه فاعل يعمل عمل فعلي يرفع الفاعل صفة مشابه اسمه فعله ودواني سونا فاعل بقاته سيسمه فعله كان صفة مشابه حسن وجهه حسن وجهه مصدر باجر قاته فاعل الاسماء العاملة تعمل الفعل وحل لها النصوص والتضبع أمثلة المبالغة اسم تفضيل هو هو أو أما سي ما باكو هرمر شيء هو يسو أو أما سي ما اسم باكو هرمر هذه ما اسم هو يسو في تأويل الفعل فعل هو أولاي فعل سيدي سي أو كالو شقيناي انت واصطلاح وهو على قسمين هذا وحال جلايا حكم كيلو ولو شيغو الفاعل هو الاسم محاكو حي المرفوع مرفوع هذا ما يقو قيب سماء وهو فاعل على قسمين لبا قيب اذكر كود بو ظاهر مد ظاهر ومضمر من ضمير فالظاهر ظاهر كي نحو قال الله اله وحير وقال رجلان لبا نبا وحيدا وجاء المعذرون كوي عذر دارنا اي بايمن يوم ما يقوم الناس ضدك اي استاي ويوم اذا ما انت يفرح وافر المؤمنون مؤمنين قال ابوهما بود وحير غير حد مثال لهم هو بدي ظاهر كسو ما ارتفع قال الله قال رجلان وجاء المعذرون كذب يوم يقوم الناس ويوم اذا يفرح المؤمنون قال ابوهم لبا مساله بين اتفان تالر لبا مساله ما شن كو اشاره مذو حاوي ارتوح فاعل قات فاعل قات سيدي ضبا او فعل كينا موقضه فاعل كنا موقضه وفعل ماضيه فعل مضارع ملك مثال لنا هذا محيين فعل ماضيه فعل مضارع مركا وحو كلها فاعل كمر فعل كي سوحو نقن فعل ماضي مر فعل كي سوحو نقن فعل مضارع ملك تاوامين مسألة لو مر فاعلك وحو نقري ظاهر مفرد مذكر قام زيد صدح ذي مرفير مفرد مذكر مثنى مذكر جمع مذكر سالم قام زيد قام الزيدان قام الزيدون سمر صدح يوم مؤنث مر مفرد مؤنث قام الهند مثنى مؤنث قامت الهندات جمع على سالم قامت الهندات سمح الى قاركود مسائل وحكا كان عفرت المسألة لباتن وحادي جري بها اجرومي لباتن قاركود صدر ميقا قاربا كله الى عفرت وهو فاعل على قسمين لبا قيبات كوركود بواد ظاهر من ظاهر ومضمر من ضمير فالظاهر ظاهر كنحو قال الله الى وحيد قال فعل ماضي الله قال فعل ماضي من على الفتلاء محل من العراق وتسكر نسان الله فاعل قال مرفوع علامة في ضمة ظاهرة في آخر قال رجلان قال فعل ماضي من علفة لام محله من العرب رجلان فاعل قال مرفوع وعلامة في الألف نياوة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد وجاء المعذر رجلان وحو كان ومثنى مذكر
وجاء المعذن وجاء الواو حرف عظيم جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الاعراب. جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الاعراب. المعذرون فاعل جاء مرفوع علامه رفع الواو نيابه عن الضم لانه جاء مذكر سالم وانه عوض عن التهوين في الاسم المفرد. يوم يقوم الناس يوم ظرف الزمان منصوب على ظرفه وعلامه نسيب فتحه ظاهره في اخره. يقوم فعل مضارع مرفوع علامه رفع ضمه ظاهره في اخره. الناس فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. ويوم إذن مالك أي يفرح المؤمن ويوم الواو بحسب ما قبله. يوم أنت وكنت يوم ظرف الزمان منصوب على ظرفه وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره. يوم مضاف إذن مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. يفرح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. المؤمنون فاعل يفرح مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التهوين في الاسم المفرد. قال أبوهم قال فعل ماضي مبني على فتح لا محل من الإعراب. أبو فاعل قال مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمس. أو مضاف له مضاف إليه مبني على ضم في محل جر والميم علامة جمع الذكور. والمضمر ضميرك نحو قولك هذا الكاي يوحي لمده وضربت أنا قرع وضربنا أنك قرع علي إلى آخره. لا قال كما تقدم سيدي صور متى في فصل المضمر فاصفير. فلا حاجة اللهم بان إلى عادتي إن أنكسوا علم سمال لأن العرب تحب الإيجاز. عرب توركة قوام بيجعش وحي الضمير هران قوة صورشين. ضربت فعل يا فاعل حد الفعل ضرب مبني على السكون لاتساري بضمير رفع المتعال وتاء فاعل ضرب مبني على ضم في محل رفعين. وضربنا الواو حرف عظيم ضربنا فعل وفاعل حد الفعل ضرب مبني على السكون الاتساري بضمير رفع المتحرك. وانا فاعل مبني على السكون في محل رفع مركب حكمي والمضمر ضمير نحو قولك هذا الكعك يحل مذي وضربت انا قرع وضربنا انك قرع الى اخره. لا كان كما تقدم سيدي سهر مات في فصل المضمر ضمير كفصل كيس. والذي في تاويل الفعل كان هو في رساله كان في ودك قليلين. والذي في تأويل فعل مركو رفعه فير واسم فاعل قادنا واسم فاعل قادنا فاعل ليا لغو غين وقات فعل صباح فعل مركا فا اسم فاعل قادنا حيا وحلولي وصح وحو فاعل وقات في تأويل الفعل بكسوه فعل سيدي سي أوكالوي سيدي فعل أوكالو الشقين عيو يعمل عمل فعل داسو. والذي كي في تأويل الفعل فعل أولي دي كسر فعل فزي كلمة ذا تأويل تأويل معاني ذا ميت كم ذا وتفسير تفسير. وما يعلم تأويله إلا الله صدرت كتابك أنت الله وين بالله إيه كلا أما أوبه الرجال غالبا تفسير كتابك وين شيخ المفرن كاست شيخ بوليه فرن كاست لقى يا أبا هذا شيخ إن لوجع علم بدأ يفرن ويدع كرت ورق بدنه كله أخذ مياه كده بين لكن إلهي فلي فرن كاست علم هذا شيخ ويدع شيخ خاصة فرن على لوجع دم مرك شيخ المفسرين وابن جرير الطبري كتاب كيس جامع البيان عن تأويل آي القرآن بوليه جامع البيان عن تأويل وحال فسر آي القرآن قرآن كأيديس آية آيات نوال وجمع يا قرآن كهدي كبان آي نوال وجمع آي آية دو وحوق يري 310 هجري سلف بوها اللي سلف وجري قرن يسد حاضر حرنا في طوان طوان سب انتي بنا يدعون وراح اللي سلف شيخ المفسرين كاسالي آية دو قباني وحلقه هل عايز انه كشر توان بال توان دو انه كشر توان ورقضوت انه كشر هل عايز مركة كلمة التأويل عقيدة الله برتاس مركة لصوك ورطة التأويل وتفسير معاني دي دميت كم تأويل وحاجرة وريقيد آل إليه الأمر وأحسن تأويلا تأويلا تأويله بمعنى مصير يمرجع أرنت ماشي كل عام الضغط عقيدة مركي اللي جوه مركي قارهان باب الصفات مسألة آد مهمة تأويل كوحالوقي بها التأويل صحيح
يتأويل فاسد تأويل صحيح هو سيدي السلف كوكو فاسره نصوص توصينس يتأويل كفاسد كأهل الزيغ أهل الزيغ وأهل الضلال والفرق والفرق الضال المبتدع يكون فاسره أمرك وحلولي بلا تأويل ولا تعديل ولا تمثيل ولا تكييف أدوث مركه والذي كي في تأويل الفعل فعل فسريد كسونا في تأويل الفعل فعل عمل فريد كسونا أي ما يعمل عمله بكير وك سيدي فعلك هو عمل فلا نحو قائم متى يا الزيدان لبدي زيد وقوله تعالى مختلف أي كالدويه الألوان هم إذا بديس فين حدها الكعص أقائم الهمزة للاستفهام بعده أقائم الهمزة إنه قدر ما الأركان اسمك اسمك فاعل هدونا الوذنين ال القائم الضارب هدوصا اعتماد وحلا له بهاي اعتماد وحلا له نفي دين مي استفهام هذا هو استفهام كوك إن الموتى مارك اعتماد كي سواك أقائمنا الهمزة للاستفهام قائم مبتدا ديفيرهم مارك وركات أما يساعد أوه مسألة يا كاوسم قائم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ما كان ما يساعد كله أمر له قائم اسم فاعل مارك وركات قائم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره قائم اسم فاعل يعمل عمل فعل يرفع الفاعل وينسب المفعول سامت الزيداني بعقوصها فاعل بعضه أي فاعل قائم ومبتدا ويا له فاعل سد ما سد الخبر بعد مره الزيدان لو شق اسكواس قائم مر مبتدا سواء مره اسم فاعل فاعل الزيدان مروى فاعل باصي خبر كان يدا اودي خبر كان لغا ما با مرق عادي الزيدان فاعل مرفوع علامه رفعه الالف نياوه عن الضم لانه مثنى ونون عوض عن التوين في الاسم المفرد الزيداني فاعل سد مسد الخبر حاجة وقوله تعالى مختلف ألوانه مختلف طوال الاسكوية رقب تفير حد من مبتدا ومن الناس ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه مسواصفه ومن الناس ورت خبرك المقدم كوال حيا والدواب كعرف ومن الناس والأنعام كعرف مختلف علماء قار وحيلين ومبتديه مؤخرك قار وحيلين ما سنف ما ماشي كبرت مختلف تواصف ومن الناس ذلك وحاكم والدواب دابوينك والأنعام نعم وليد سنف سنف قاصو مختلف أي كل الدوين اسخلاف ألوان قالت يا مرك أما مبتدا مؤخر أما صفة لحد من بعده وكاس إن اعتماد برا اعتماد مركز صفة داسو مختلف مبتدا مؤخر هذا ديس مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر واتكلم ميسا مختلف اسم فاعل لحد يعمل عمل فعل يرفع الفاعل وينسب المفعول ألوان فاعل مختلف بعده ألوان فاعل مختلف مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر ألوان مضاف له مضاف إليه مبني على الضم في محل جر مختلف مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر مركب حق مختلف اسم فاعل كل مركب مختلف اسم فاعل يعمل عمل فعل يرفع الفاعل وينسب المفعول ألوان انت نوك كجوكت ألوان فاعل مختلف مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر ألوان فاعل مختلف وفاعل مختلف كاسي فاعل اسمها فاعل بفاعله والذي في تأويل الفعل ألوان فاعل مختلف مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر ألوان مضاف له مضاف إليه مبني على ضم في محل جر وللفاعل أحكام نسائل إن صوم ربها كان دون إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أعلم الله توفيق.